الله الله. أي سؤال؟ نعم. هما بيقولوا الحب أولى أو الاتباع؟ القاعدة قالوا الأدب أولى أم الاتباع؟ فقدم بعضهم الأدب على الاتباع. من فعل ذلك؟ سيدنا أبو بكر جاء لما كما في البخاري وقد وقف في مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم في موطن أو مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء من خلف الصفوف حتى وقف وراءه، فلما وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم خلف أبو بكر وكان أبو بكر رضي الله عنه لا يلتفت في صلاته، فأخذ الناس تسبح وتصفق حتى يعلموا أبا بكر أن رسول الله خلفه، فانتبه أبو بكر فنظر فإذ برسول الله يقف وراءه، فرجع أبو بكر فرسول الله قال له اثبت قف مكانك، فرفع يده وحمد الله ثم تأخر. ماذا فعل؟ قدم الأدب على الاتباع. يعني رسول الله قال له قف وأنا سأقف خلفك، قال له لا، ما كان لأبي قحافة أن يتقدم على رسول الله، لا يصح الأدب، لا يليق، لا يليق أن أقف أمام رسول الله، فخالف أمره ولكنه فعل ذلك أدبا مع رسول الله. فعل ذلك أيضا سيدنا علي في صلح الحديبية عندما جاء سهيل بن عمرو وكتب العهد بينه قريش وبين رسول الله، فقال هذا عهد بين محمد رسول الله، قال لا، لو كنا نعلم أنك رسول الله ما حاربناك، اكتب محمد بن عبد الله. فسيدنا رسول الله قال لعلي وكان يكتب امحها، قال والله لا امحها، امحو رسول الله قلبه لا يطيق. فقال له رسول الله دلني عليها، وهو صلى الله عليه وسلم امي لا يقرا، فمحاها بريقه الشريف. هذا هو الادب. فقالوا الاولى هو الادب في مواطن، طبعا مش في كل يعني في مواطن معينة، وذكروا منها إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد علمنا التشهد مثلا وقال لنا قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، فعلمنا التشهد، فمن باب الأدب أن نقول اللهم صل على سيدنا محمد، ولم يرد النص بذلك، فهل هذا جائز؟ قالوا نعم، لأنه من الدين. أليس التأدب مع رسول الله من الدين؟ بلى، التأدب مع المقام الشريف الذي يعني علمنا إياه ربنا. ربنا لم يخاطب نبيه صلى الله عليه وسلم في القرآن ولا مرة يا محمد، يا أيها النبي، يا أيها الرسول، وأقسم بحياته الشريف لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. إذن خطاب المسلم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يكون مع كمال الأدب اللائق به صلى الله عليه وسلم، وليس في هذا مخالفة للشرع في شيء، بل هو من الشرع. حتى لو أن الشرع أو أن النص جاء بعبارة
ليس فيها التسويد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، نحن نأتي به اتباعا للأدب الذي هو من الدين، فأنت لم تأتي بشيء خارج الدين. والذين ينهون عن تسويده صلى الله عليه وسلم إما جهال، أو أنهم لا يعرفون قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الله. وقد عاتب الله سبحانه وتعالى أولئك الذين ينادون النبي صلى الله عليه وسلم باسمه: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. يبقى إذن هذا فيه أمر من الله سبحانه وتعالى أن نعزر النبي وأن نوقره صلى الله عليه وسلم وأن ننزله المنزل اللائق به. هذه من عقيدة المسلمين، ليس أمرا زائدا ولا طرفا فكريا كما يعتقد بعض الناس، لا، ده عقيدة المسلمين ذلك، أن تعتقد أن الله لم يرسل أحدا أفضل من رسول الله، وأنه صلى الله عليه وسلم يستحق منا الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم بكرة وعشيا. هذا من أوجب الواجبات عليه، وهذا كما قلنا التقصير فيه هو الذي جلب للمسلمين الضعف والهوان. وما انتصر المسلمون إلا بتعلقهم برسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد كان دعاء كثير من الصحابة كما ورد عن خالد بن الوليد وغيره في الحروب والغزوات والحروب التي كانوا يحاربون فيها بعد رسول الله، قولهم: ومحمدا، لأنهم يعلمون أنه صلى الله عليه وسلم هو أقرب مخلوق لله، وأنهم مع ضعفهم وذنوبهم لا يشفع لهم عند الله إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. واضح؟ فهذه من الشريعة، فهمت؟ فالأدب نعم في كثير من المواطن أولى من الاتباع. بعضهم قال الاتباع هو الأدب. طبعا ماذا سنفعل في هذه الأفعال من الصحابة الكبار؟ ليس من ناس عاديين، لا، ده سيدنا أبو بكر وسيدنا علي، واضح؟ وكثير منهم. نعم، كتابة يعني الشيخ السيد عبد الله بن صديق كتب، أظن في كتابه الإتقان الصنع، كتب ذلك إتقان الصنع في تحقيق معنى البدعة. وأيضا هتجده عند ابن حجر العسقلاني، أصل المسألة دي هتجده في فتح الباري، كلامه عن الأدب أولى أم الاتباع، هظنه في الحديث هذا، في حديث أبو بكر لما وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم خلف أبو بكر، فهمت؟ فهذا من القواعد التي يعني غفل عنها كثير من الناس، وبقوا يعلموا الناس: لا، ما تقولش سيدنا محمد، ينهى الناس عن تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم وإنزاله قدر. ما أعرفش ده مسلمين يعني، والله ما أعرف، لا أعرف مسلم ينهى عن يعني توقير رسول الله صلى الله عليه وسلم، نسأل الله العافية. لا، لن ننجو إلا بتنزيل النبي صلى الله عليه وسلم من منزل اللائق به دنيا وأخرى. أي سؤال آخر؟ نعم، إتقان الصنعة للسيد عبد الله بن الصديق الغماري. نعم، في هذا الكتاب هو أنا سيد أن الله جل وعلا سمو سيدي ملمونة ملمونة جل وعلا، كيف تتجلى رب الله في المخلوق؟ ممكن أن تشرح كيف يتجلى الله في وجودنا؟ أو كما قال الصوفي أن الله وجودنا ونفسه وجود. انت عايز المعنى الموجود عندك ولا عايز المعنى الموجود في ذهنك؟ ها، اللي انت قلته ده مش موجود في الكتاب، الذي قلته الان ليس موجودا في الكتاب. اما تجلي الله سبحانه وتعالى فثابت في القرآن، فلما تجلى عليه ف
فثابت في القرآن هذا ثبوت يعني واضح أن الله سبحانه وتعالى قد يتجلى لبعض مخلوقاته. كيف هذا التجلي؟ شكل هذا التجلي لا شكل ولا كيف، ربنا سبحانه وتعالى لا يتكيف ولا يتشكل، ولكن هذا كما قالوا يعني نوع علم للمتجلى عليه، نوع علم يعني يقع في علمك شيء عن الله عز وجل. الجبل لما تجلى عليه ربه إيه؟ جعله دكا لم يتحمل. وموسى عليه السلام لما رأى المتجلى عليه أغمي عليه وأغشي عليه، ده رأى المتجلى عليه، فكيف لو تجلى عليه؟ يعني قالوا إن هذا إشارة إلى أننا في هذه الحياة الدنيا لا نطيق أن يتجلى علينا ربنا، هذه الأجسام ضعيفة عن هذا. أما في الآخرة فيخلقنا الله خلقا آخر نتحمل شيء من التجلي، وقوع علم في ذواتنا عن الله عز وجل. هذه أقصى ما أستطيع أن أقوله لك. فالله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء فيتجلى على خلقه بما يشاء. الكون ده كله تجلي على فكرة. تجلي يعني ايه تجلي؟ يعني كلمة تجلي؟ تجلى يعني ظهر، ظهور. فهذا الكون هو ظهور لأثر صفات الله، بعض آثار صفات الله سبحانه وتعالى. يبقى هذا الكون كما يقولون كتاب الله المجلو. احنا عندنا كتاب الله المتلو اللي هو القرآن الذي بين أيدينا، وهناك كتاب الله المجلو يعني الذي أظهره الله للعيان وجعل الله يعني معرضا نرى فيه عظيم أثر صفاته سبحانه وتعالى. نحن لا نطلع على صفات الله لكن نرى أثرها، فهمت؟ فهذا هو التجل، لما تنظر في الكون فتعرف به ربك، يبقى رب كأن الله تجلى عليك بالكون أو في الكون. لا يلزم من هذا اتصال ولا حلول ولا اتحاد ولا شيء من هذه الخزعبلات، ده مجرد علم يقع فيك، شيء من التعظيم والتوقير له سبحانه وتعالى إثر هذا العلم. واضح؟ بس جزاكم الله تعالى خيرا. الله الله يا